ألم تجد بعد عروسا لولد الأمير حسن يا جعفر؟ ألم تجد بعد عروسا لولد الأمير حسن يا جعفر؟ ألم تجد بعد عروسا لولد الأمير حسن يا جعفر؟ ألم تجد بعد عروسا لولد الأمير حسن يا جعفر؟ ليس بعد يا مولاي، فكما تعلم كم هو صعب الطبائع، متقلب لا يعجبه العجب. ليس بعد يا مولاي، فكما تعلم كم هو صعب الطبائع، متقلب لا يعجبه العجب. ليس بعد يا مولاي، فكما تعلم كم هو صعب الطبائع، متقلب لا يعجبه العجب. ليس بعد يا مولاي، فكما تعلم كم هو صعب الطبائع، متقلب لا يعجبه العجب. ما هذا الكلام؟ وماذا عن ابنة ملك اللؤلؤ؟ شمطاء كريهة، هكذا وصفها الأمير. ما هذا الكلام؟ وماذا عن ابنة ملك اللؤلؤ؟ شمطاء كريهة، هكذا وصفها الأمير. ما هذا الكلام؟ وماذا عن ابنة ملك اللؤلؤ؟ شمطاء كريهة، هكذا وصفها الأمير. ما هذا الكلام؟ وماذا عن ابنة ملك اللؤلؤ؟ شمطاء كريهة، هكذا وصفها الأمير. وابنة ملك المرجان؟ رأسها كحجر المرجان، عنيدة بليدة، قالها الأمير بعد لقائها بدقائق. وابنة ملك المرجان؟ رأسها كحجر المرجان، عنيدة بليدة، قالها الأمير بعد لقائها بدقائق. وابنة ملك المرجان؟ رأسها كحجر المرجان، عنيدة بليدة، قالها الأمير بعد لقائها بدقائق. وابنة ملك المرجان؟ رأسها كحجر المرجان، عنيدة بليدة، قالها الأمير بعد لقائها بدقائق. وماذا عن ابنة ملك الياقوت؟ أرجو عفوك يا مولاي، ملك الياقوت لديه 7 شبان، أما ابنته فلم تتجاوز سنواتها 10 بعد. وماذا عن ابنة ملك الياقوت؟ أرجو عفوك يا مولاي، ملك الياقوت لديه 7 شبان، أما ابنته فلم تتجاوز سنواتها 10 بعد. وماذا عن ابنة ملك الياقوت؟ أرجو عفوك يا مولاي، ملك الياقوت لديه 7 شبان، أما ابنته فلم تتجاوز سنواتها 10 بعد. وماذا عن ابنة ملك الياقوت؟ أرجو عفوك يا مولاي، ملك الياقوت لديه 7 شبان، أما ابنته فلم تتجاوز سنواتها 10 بعد. وبعد يا جعفر؟ وبعد؟ مولاي أرجو عفوك، فالأمير حسن يحمل صورة لعروسه في مخيلته طبعا، ولا يريد سواها. وبعد يا جعفر؟ وبعد؟ مولاي أرجو عفوك، فالأمير حسن يحمل صورة لعروسه في مخيلته طبعا، ولا يريد سواها. وبعد يا جعفر؟ وبعد؟ مولاي أرجو عفوك، فالأمير حسن يحمل صورة لعروسه في مخيلته طبعا، ولا يريد سواها. وبعد يا جعفر؟ وبعد؟ مولاي أرجو عفوك، فالأمير حسن يحمل صورة لعروسه في مخيلته طبعا، ولا يريد سواها.